وفي ختامية النشرة، لم يجد الجلال أحمد صغير من ولاية المدية غير مناشدة المحسنين لإنقاذ حياته من الموتى، والذي يعاني من مرض التشمع الكبدي، أجرى مؤخرا تشخيصا عن حالته في تركيا، ولم يجد الحل إلا بإجراء عملية زرع الكبد هناك والمقدرة ب7 ملايير سنتيم. باقي التفاصيل في ميكروفون عادل غريبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الوالد تاعي أحمد صغير جلالي يعاني من مرض تشمع كبد، عنده حوالي 3 سنوات، من 2016 يعني أول مرة دخل المستشفى. المرة الأولى دخل حوالي 4 أشهر، بعدها الأطباء لقوا أنه عنده مرض تشمع الكبدي. في 2017 كان دار تشخيص في تركيا، أفضل التشخيص إلى وجوب عملية زرع كبد، يعني ما كاش علاج. طرقنا كل أبواب المستشفيات والأطباء وجربنا جميع الأدوية. عملية زرع الكبد كما نعلم مبلغ تاعها كبير جدا كما موضح في الفاتورة، وهو 70,000 دولار أمريكي. فنطلب من المحسنين أو ممن فتح الله عليهم أن يفتحوا في وجه هذا المريض ويساعدوا في كربته هذه. من فرج عن كربة عن مؤمن في الدنيا فرج الله كربة في يوم القيامة. ونناشد كذلك السلطات أو الدولة أن تأخذ حالة الوالد تاعي بعين الاعتبار، بحيث أنه كان إطار في خزينة الولاية. 1,700,000 بزاف، لازم الناس يضامنوا معنا ان شاء الله، الناس يضامنوا معنا. ورام يشوفوا في حالته كيف راهي، هكذا راهو عنده ذكات 3 سنين وهو طايح هكذا في فريش. الله غالب راكم تشوفوا كيف شوف، ها شوفوا كيف شوف، وري منه وري منه، شوف شوف شوفوا شوفوا كيف راه، شوفوا هذا خويا.